فأنا بقول لسيادتك أهو منعا لهذا الاحتقان، أنا هبعت بكرة حد يسحب الشكوى بتاعت هذا الأهلي. شكرك يا سيادة، كتر خيرك. شكرا يا سيادة المستشار. شكرا، أنا بشكركم. شكرا أستاذ عبد العزيز، شفت ربنا هداني إزاي؟ ربنا يصلح حالنا جميعا، ربنا يصلح حالنا جميعا. وأعمل ده على فكرة من غير ما حد يا أستاذ عايز يضغط عليا ولا يتدخل، خلي بالك. ولا طبعا أنا مش في طبعا طبعا جديد، لكن أنا برضو حفاظا على العلاقات بين جماهير الناديين نمرة واحد. صحيح، ما دام هذا اللاعب هيعمل فتنة في البلد وبين جماهير ناديين، زي ما حضرتك قلت في بعض الشباب متعصب هنا ومتعصب هنا، بكرة إن شاء الله بمدير عام النادي. شكرا يا سيادة المستشار، ده قرار محترم جدا وبنحييك عليه وبشكرك عليه جدا جدا.